نختتم معكم مشاهدينا الكرام جولة أعمدة الرأي والمقالات لهذا اليوم بمقالنا الأخير من زاوية نبض الوطن للكاتب الصحفي أحمد يوسف التايم من أخيرة الصيحة أتت اليوم بعنوان العقرب في نتحته. يفترع التاي زاويته بالقول لكم وددت أن أعلق على حال حكومة الوفاق الوطني وتشكيل الحكومة الجديدة كحدث سياسي يسترعى الانتباه ويشكل مادة صحفية دسمة للتحليل والتنبؤ بما يمكن أن يحدث في قادمات الليالي التي هي حبلى بكل مثير، غير أن الكارثة المتجددة التي ظلت تطل برأسها و تحل بأرض الأهل ومراتع الصبا دون أن تجد العلاج الناجع شغل التفكير واستحوذت على كل اهتمامي، ولم تدع لي مجالا للكتابة عن الوضع السياسي الراهن وأحداثه المثيرة. يضيف الكاتب لا يزال خطر الفيضان بمحلية الدندر ماثلا يهدد الحياة ويحدث شللا تاما في حياة الناس بعد أن أهلك الحرث، فآلاف الأفدنة من محاصيل زراعية في مرحلة الإثمار غمرتها مياه السيول والفيضان، الأمر الذي يضع كثيرا من المزارعين على عتبة السجون والإعسار. لذلك أرى من الضروري تشكيل لجنة لحصر المزارعين المنكوبين بغرض تعويضهم عن بعض الخسائر. ويتابع التاي بذات الأسى، هناك مواطنون فقدوا المأوى تماما ولابد من حصرهم كذلك ومساعدتهم في بناء منازل جديدة بمن أن عن مناطق الخطر. ويذهب الكاتب إلى أن الأمر المهم هو الشروع في تطبيق الحل الجذري في إنفاذ خطة إنشاء كوبري يربط بين القرية قرية اللويسة في غرب الدندر وقرية أم دمور شرق الدندر، وهو مقترح أفضل بكثير من بناء جسر غرب سد العطشان المتصدع وغير القابل للمعالجة نتيجة للمخالفات في المواصفات الفنية. يختتم الكاتب زاويته بالقول عليه نكرر بأن أي حلول أخرى ستظل عبثا وإهدارا للوقت والجهد والمال. مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير ينضم إلينا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ خالد عبد العزيز في فقرتنا التحليلية. ابقوا معنا.